مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. خليني بداية أقول لحضراتكم أن في واحدة من فقراتنا النهاردة فقرة مهمة بتهم قطاع كبير جدا من الشعب المصري، لأن احنا هنتكلم فيها عن المسنين والقانون الجديد اللي تم خلاص الموافقة عليه بشكل نهائي اللي علاقة بالمسنين. هنطرح الحقيقة العديد من الأسئلة، لأن احنا بنتكلم زي ما قلت على قطاع عريض من الشعب المصري اللي هو والدي ووالدتي وأنا وإنت في المستقبل. فاحنا بنتكلم على حاجة بتحافظ على مكانة هؤلاء الأشخاص في المجتمع المصري، سواء العلاقة ما بينهم ما بين الدولة بتتجسد في القوانين وبتتجسد في الخدمة الطبية وشكل الخدمة اللي بيحصلوا عليها في كمان الأماكن الحكومية، أو كمان على مكانتهم داخل المجتمع وطريقة التعامل معاهم. لأن الحقيقة أن احنا بنشوف مواقف كتيرة جدا بنقف قدامها ليها علاقة بكبار السن، ونبقى بنسأل ليه يا ترى بيحصل فيهم كده؟ هي مش الناس دي قدمت كتير قوي طوال سنين حياتها؟ ليه يتحطوا في مواقف صعبة سواء يعني في أسرتهم أو كمان في المجتمع المصري؟ هنعرف النهاردة التفاصيل الجديدة ليها علاقة بالقانون وإيه المختلف بعد هذا القانون، سواء ليه علاقة بالمعاشات، ليه علاقة بدور الإيواء الخاصة بالمسنين، والدولة هتتحمل إيه وهتلزم الأبناء بإيه. كل التفاصيل في فقرتنا الرئيسية، لكن خلينا نقول ان في فقرتنا الحواريه عندنا الاخباريه عندنا العديد من الاخبار ليها علاقه بالاسعار، وليها علاقه كمان بسكوتر جديد بتطلقه الهيئه العربيه للتصنيع، منتج مصري بالكامل لاول مره بيتم تصنيعه داخل مصر. كمان هنعرف تفاصيل هذا الموضوع بالاضافه للقاحات الخاصه بال القطاع البيطري، وفكرة ان هل في نقص في الامصال واللقاحات ولا لا علشان نحصن الماشية في مصر علشان ما يكونش عندنا فقد فيها، وبالتالي نلاقي نقص مثلا في اللحوم والالبان وكل هذه المنتجات. كل هذه الاخبار معانا في فقرتنا الاخبارية. نبدأ أولا بالأسعار، ورئيس جهاز حماية المستهلك بيعلن ان مع بداية شهر مارس اللي جاي هيكون رسميا الأسعار مكتوبة على السلع. بدأ التطبيق زي ما قلنا خلاص هيكون مع بداية مارس، هيوضع على السلعة وضع السعر اللي هو الحد الأقصى، يعني السلعة دي ما ينفعش تتباع برقم أكتر من اللي مكتوب عليها. ووضح كمان الحقيقة رئيس جهاز حماية المستهلك إن هيكون في الفاتورة مكتوب اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، وأيضا السعر النهائي للسلعة. طبعا احنا كنا شفنا القرار ده تم الحديث عنه من فترة من قبل الحكومة، وقالوا ان هيكون بشكل كبير اللي بيطبق عليه هذا القرار هي السلع الاستراتيجية. بنتكلم في الرز، بنتكلم في السكر، بنتكلم في الزيت، كل السلع الأساسية والاستراتيجية من أول مارس ستعامل معاملة مختلفة. حقيقة احنا دايما كنا بنحاول نطرح مع حضراتكم أسئلة ليها علاقة بالقرارات الجديدة، خاصة ليها علاقة بوفرة السلع والأسعار. فعايزين نسألكم، هل شايفين فكرة وضع الأسعار بشكل رسمي خلال الفترة اللي جاية مع بداية شهر 3، هل هذا التطبيق لهذا القرار هيعمل نوع من أنواع التخفيض في أسعار السلع، يعني هيحكم عملية التسعير الخاص بهذه السلع، ولا توقعاتكم إيه؟ هل هيخفض فعلا الأسعار؟ هل هيكون في التزام؟ هل هنشوف يعني حالة العشوائية اللي حصلت في التسعير خلال الفترة الماضية ممكن تختفي بالتزامن مع هذا القرار، ولا رأيكم إيه؟ اكتبوا لنا طبعا كل أراءكم في التعليقات على صورة البرنامج. خلينا بقى نسأل عدد كده من الأسئلة حول هذا القرار ومدى إمكانية تنفيذه وتطبيقه، وإيه طبيعة كمان السلع اللي هنشوف عليها أسعار رسمية مع بداية مارس. بنرحب معانا على التليفون بالدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. مساء الخير عليك يا دكتور. طيب احنا شايفين رسميا جهاز حماية المستهلك بيعلن مع بداية مارس هيكون تطبيق هذا القرار الخاص بالتسعيرة على السلعة أو على المنتج. أولا حضرتك شايفة ميعاد التطبيق، احنا بنتكلم فيه اول مارس اللي هو هيكون في فترة فيها رمضان، فيها اقبال على الشراء، كمان بنتكلم على فترة عشناها من العشوائية في التسعير، فاولا حضرتك شايفة القرار وتطبيقه في هذا التوقيت. والله يا بنتي ده قرار كان عامله السيد رئيس الوزراء
وهذا فرصة للمنصبين انهم يحطوا تساعد على العبوة نفسها. ودي لتبع سنة استراتيجية. فهي دي بداية تجربة، لو بعد كده الدنيا مثلت وبقت كويسة ممكن أول هو اللي يحطوا سلع ثانية يعني. فأنا بشوف إن التجربة دي هو عاطلهم فرصة إنهم يحطوا السعر وبعدين كمان إنهم يختاروا أعلى سعر. يعني عشان إن لو في حط زيادة على السعر ده هتعتبر مخالفة. لكن السعر اللي هيتحط يا دكتور على السلع هو السعر الأقصى. هو السعر الأخير. طيب نفكر الناس مرة تاني إيه هي السلع الاستراتيجية اللي هنشوف تطبيق القرار عليها الفترة اللي جاية. اللي هي الرز والسكر والزيت والدقيق والمكرونة والجبنة والجبنة البيضاء. تمام. الكلام ده هيتطبق في كل الأماكن يا دكتور ولا فقط في المنافذ التابعة للدولة والحكومة؟ يعني ده هيتطبق في السوبر ماركت وفي الهايبر وفي كل الأماكن؟ كل الأماكن أقول إنها في كل الأماكن. لأن هي بتتعامل مع الشركات. إزاي هيتم ضمان الالتزام بالتطبيق يا دكتور؟ وإحنا شايفين فكرة عدم الالتزام كانت بتتصدر المشهد خلال الفترة اللي فاتت، إزاي هنضمن تنفيذ هذا القرار؟ لو هم ما التزموش بيبقى معلش يعني ما تقدريش تقولي لهم يعني هم اللي جايين على نفسهم. يعني هل هيكون في عقوبات بتنتظرهم؟ طبعا في عقوبات. انت اللي انا قلت لك ده هم اللي هيحطوا السعر وده اقصى سعر، يعني هم اللي مفروض المسؤوليه عليهم. إذن يعني خلاص احنا نتكلم في أيام معدودة بتفصلنا عن تنفيذ هذا القرار، وبعد كده مش هيكون في أي تهاون في عدم الالتزام. طيب أنا بشكرك جدا دكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. زي ما سمعنا الكلام مش هيطبق فقط في المنافذ التابعة للدولة ولا في الشوادر ولا الأماكن اللي احنا بنشوف فيها المبادرات زي أهلا رمضان مثلا، لا الكلام ده هيطبق على السلع الاستراتيجية في كل مكان، في السوبر ماركت اللي تحتك او البقاله اللي تحتك ايا كان انت بتشتري منين، المفترض هتلاقي السعر مكتوب على السلعه وبالتالي هتضمن انك بتشتري بسعر عادل على الاقل زي ما قلنا السلع الاستراتيجيه اللي هي ما فيش فيها اي تهاون والمواطن مضطر ان هو يشتريها عشان هي اساسيه في حياته. اكتبوا لنا طبعا رايكم في هذا القرار وهل شايفين ان هو سيساهم في انخفاض الاسعار الفتره اللي جايه ولا رؤيتكم وتقييمكم ايه. نروح لسلع اخرى والاجهزه الكهربائيه. احنا عارفين ان تقريبا من شهر ديسمبر اللي فات لحد يومنا هذا في ارتفاع كبير حصل في اسعار الاجهزه الكهربائيه، الثلاجات، البوتاجازات وغيرهم من الاجهزه في حاله ان انت لقيت اللي بتدور عليه، لان كمان احنا عارفين ان في شحيه بشكل كبير في وفره الاجهزه الكهربائيه. لكن في تصريحات من رئيس الشعبه بيتكلم على ان ممكن يحصل انخفاض بعد سنتين، بعد سنتين ممكن يحصل انخفاض وكمان بشروط في حالة ان توفرت كده بعد بعض العوامل هيحصل انخفاض في اسعار الاجهزة الكهربائية عندنا في مصر. ايه هي بقى الشروط او ايه هي هذه العوامل؟ اولا ان يكون في افراج عن الشحنات الموجودة في الجمارك وسرعة في عملية الافراج، لان احنا عارفين ان في بعض الشحنات ما زالت متواجدة في الجمارك والموضوع بيمشي على حسب اولويات الافراج، فالاجهزة الكهربائية ما زالت في منها موجود في المواني. الشرط الثاني سعر الصرف، واحنا عارفين حجم هذا التحدي اللي موجود عندنا داخل مصر، فبيتكلموا على ان لو حصل استقرار في سعر الصرف وما بقاش فيه سعرين عندنا في مصر ده ممكن يعني يساعد على تخفيض اسعار الاجهزه الكهربائيه زي ما قلنا بعد سنتين. دي تصريحات رئيس الشعبه، دي رؤيته لوضع هذا السوق اللي حاله كحال باقي الأسواق الحقيقة واللي تأثر بشكل كبير وشهدنا ارتفاع ملحوظ في أسعار الأجهزة الكهربائية لدرجة إن احنا بدأنا نشوف كمان سوق سودة
في السلعة دي، ان انت علشان تشتري ثلاجة ولا علشان تشتري بوتجاز معين فانت لازم تدور عليه وممكن تتفق مع التاجر الفلاني علشان يوفره لك، وفي هذه الحالة بقى بيوفره في السعر اللي هو بالسعر اللي هو شايفه. فبنبدأ ندخل في دايرة السوق. تماما، وهقول لحضرتك ليه. اول حاجة حضرتك، بالنسبة لارتفاع الاسعار السلع، احنا عندنا قيمة الدولار لوحده هو السبب. حضرتك مستلزمات الانتاج اللي احنا بنستوردها للمنتجات من الخارج اسعارها زادت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اسعار النيلون البحري علشان يوصل البضاعة لحد المواني في مصر زادت، بالإضافة لزيادة سعر التأمين البحري طبعا علشان الأحداث اللي بتحصل في باب المنجم من تحت، بالإضافة إن البضائع بتوصل وبيتم تأخير الإفراج عنها، اللي بينتج عن ذلك إن المصانع بتضطر تدفع غرامات تأخير للشركات الملاحة، ودي بتدفعها بالدولار، بلس طبعا سعر سوق الصرف. دي اسباب بتؤدي الى ارتفاع الاسعار. احنا متفقين يا باشمهندس ان احنا عندنا تحديات عديده ومحدش بينكر ذلك، وقلنا حال السوق ده كحال باقي الاسواق ان هو متضرر بسبب مشكله عدم وفره العمله وفكره المواني وعدم دخول الشحنات والاستيراد وكل هذه الامور، لكن احنا بنتكلم برضو على التجارب اللي بيعيشها المواطن اللي بيدور على سلعه بعينها او جهاز بعينه. دي تجارب الحقيقه احنا رصدناها بشكل، بالإضافة إن إحنا كمان ملتزمين، بنبقى ملتزمين، مش هقول لك كل التجار، لكن في فئة معينة من التجار للأسف الشديد، فئة معينة ودي قلة بسيطة جدا من التجار، ودي للأسف الشديد اللي بتستغل هذه الأوضاع. أما باقي التجار، تجار محترمين وشرفاء جدا، بيلتزموا بلستة الأسعار اللي بتبعتها المصانع، اللي بتبعتها المصانع بالسعر اللي تاجر فيها المنتجات. انزل اسال على السعر بتاعها الاول قبل ما تنزل تشتري من السوق التجاري، وانزل بعد كده السوق التجاري لقيتها اغلى، انا بقول لك اهو بلغ، انا كمسؤول في الغرفه التجاريه ورئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه، واقول لحضرتك بلغ حمايه المستهلك وانت واقف عشان ينزلوا يعملوا محضر ويصدروا منه البضاعه بفوره. واحنا بنأيد حضرتك ان لازم يكون في سلوك ايجابي علشان يعني نحسن من اوضاع السوق زي باقي السلع، وبنأكد لازم طبعا المواطن عليه دور. لكن خليني اسال حضرتك على التصريحات اللي خرجت من حضرتك ليها علاقه بانخفاض الاسعار، امتى ممكن يشهد هذا السوق انخفاض في اسعاره خلال الفتره اللي جايه؟ بس عايزين كمان النهارده اتكلمت في موضوع مهم جدا، ان الدوله النهارده بتسعى ان هي مستلزمات الانتاج تكون متواجده في مصر ومصنعه في مصر. على الاقل ما فيها ان احنا يبقى عندنا على الاقل مصنع للستينلس ستيل، لخامه الستينلس ستيل، ومصنع لخامه الصاج. ده هيوفر لي المنتج بسعر مناسب، ده هيوفر لي انا كمان هنا عمله صعبه ان انا مش هاخد استورده بقى من بره، لا انا هاخده من هنا، لان معظم الاجهزه الكهربائيه داخل فيها المنتجين دول. طبعا لو الظروف اللي في العالم كله وفي منطقتنا احنا بالذات خفت حدتها واتفتح باب المندب والكلام ده كله، ممكن طبعا اسعار النقل الشحن البحري تقل، اسعار التامين تقل. برضه بنطالب برضه على قدر المستطاع يعني محاوله الافراج عن مستلزمات الانتاج بسرعه، ما تقعدش في المواني، كل دي عوامل ممكن تؤدي لانخفاض الاسعار. يعني اذا احنا ما زلنا برضو عندنا التحديات، وفي حال ان تم حل هذه المشكلات هو ده اللي هيأثر على السوق، لكن غير ذلك التوقعات بتقول ان هيكون في استمرار في وتيره ارتفاع الاسعار. بالظبط. انا بشكرك. يعني ده اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شايفينه وقاريينه. تمام. اتمنى يكون يعني اتمنى اكون انا مخطئ وان الاسعار تنزل والامور تتصلح. لان طبعا انا عايز برضو الفت نظر المشاهد ان الاسعار لما بتزيد على فكره بتتعب التجار قوي، ما بتبقاش مبسوط التاجر، ما بتبقاش مبسوط لان دوران راس المال بتاعه بيقل. بيحصل عنده حاله من الركود في عمليه البيع طبعا. دي بتسبب له في خسائر، انا مش من مصلحتي ان الاسعار تزيد. انا كتاجر بتكلم على نفسي، اي سعر بيزيد انا ببقى متالم من الزياده، ببقى كارهها مش حاببها. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية في القاهرة، وده حال سوق الأجهزة الكهربائية، حاله زي ما قلنا كحال باقي الأسواق، وفي المتلاعبين وفي الملتزمين. يعني احنا دايما بنقول إن في حالات ولكن لا نعمم، لكن برضو بنطالب إن يكون في يعني
اعمال الضمير شويه في قصه البيع والتسعير وانك توفر السلعه للشخص ولا لا، وانت في مقدرتك انك توفر وانت عندك في المخازن، دول اللي احنا الحقيقه بنتكلم عليهم. نروح بقى للسكوتر اللي تم إعلان إن مصر خلاص صنعته بشكل كامل. الهيئة العربية للتصنيع لأول مرة بتصنع السكوتر، هنشوف صوره مع حضراتكم على الشاشة، وهو يعني شبه كده الموتوسيكل أو نوع من أنواع وسائل النقل، تم تصنيعه وبيشتغل بالكهرباء. ده الأكيد والرسمي، نحن مش بس صنعنا وسيلة جديدة ولكن كمان بيعمل بالطاقة النظيفة بالكهرباء. أقول لكم بعض المعلومات ليه علاقة بالسكوتر اللي اسمه سكوتر قادر. دي فيديوهات معانا على الشاشة يعني بترصد لينا شكل السكوتر ده عامل ازاي. احنا شايفين حاجة شكلها الحقيقة جميل جدا وشكلها يشجع وشكلها يدعو للفخر ان ده منتج مصري او تصنيع مصري. سكوتر قادر زي ما قلنا بيشتغل بالكهرباء، بيمشي لمسافة بتوصل ل 60 كيلو متر في الشحنة الواحدة، لان زي ما قلنا هو بيتشحن بالكهرباء، فكل شحنة بيمشي قدامها 60 كيلو متر. خلينا نقول ان هو بيتشحن في مدة من 3 ل 6 ساعات وبعد كده بتقدر ان انت تمشي بيه هذه المسافة. سرعته بتوصل ل 70 كيلو متر في الساعة، دي سرعة سكوتر قادر 70 كيلو متر في الساعة. سعره بقى كام؟ 88,000 جنيه. احنا شايفين يمكن السعر مش قليل، ولكن بالتزامن مع وجود أزمة ارتفاع الأسعار بصفة عامة وأزمة قطع الغيار وفكرة أن احنا عندنا يعني كل المكونات تقريبا أسعارها ارتفعت، فبالتالي ده بينعكس على أي مكون حتى أو أي منتج احنا بنصنعه. بس علشان الهيئة العربية للتصنيع تشجع المصريين أنهم يشتروا هذا المنتج، وفرت إمكانية التقسيط مع بنك مصر بمقدم 10% وتدفع الباقي على 5 سنين. يعني لو انت عايز تشتري هذا السكوتر تقدر ان انت تدفع بس مقدم 10% وبعد كده تكمل اقساطه على 5 سنوات. زي ما قلنا سعره هو 88,000 جنيه، حاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاجة تدينا شوية أمل في هذه الأيام إن احنا بقى عندنا منتج مصري شكله جميل، مواصفاته جيدة، بيشتغل بالكهرباء، إذن هو صديق للبيئة، فهذا شيء إيجابي الحقيقة ويدعو للفخر. الناس دايما بتشتري المنتج وبتسأل على خدمات ما بعد البيع. طيب أنا بعد ما اشتريت سكوتر قادر حصل لي أي مشكلة، عايز أعمل صيانة، أي حاجة من هذا الكلام، خلاص كده اشتريته وما أقدرش أن أنا أستفاد بأي خدمات ما بعد البيع؟ الحقيقة لا، في بعض المميزات أيضا في هذه النقطة، وأعلنت الهيئة العربية للتصنيع أن هيكون في خدمات ما بعد البيع، توفير خدمات وصيانة داخل مصانع قادر نفسها اللي هي تابعة للهيئة العربية للتصنيع. يعني انت كمان السكوتر ده انت بتضمن ان انت هتعمل له صيانة في المكان اللي صنعه، فده الحقيقة شيء مهم جدا، هي فكرة الصيانة وخدمات ما بعد البيع. خلينا نقول كمان ان السكوتر عليه ضمان لمدة سنة بعد الشراء. كان لازم نشير لهذا المنتج، لازم نتكلم عليه زي ما بنتكلم على السلبيات أو المشكلات الموجودة عندنا في المجتمع المصري، نتكلم كمان على الإيجابيات ونبرزها بشكل كبير ونقول إن احنا فخورين بهذا المنتج المصري وبإنتاجنا لسكوتر قادر. قبل ما نكمل أخبارنا خلينا نروح سريعا لسؤال الحلقة وفكرة تطبيق السعر يعني المعلن يكون على السلع مع بداية شهر مارس المقبل. هل شايفين ده هيكون بيساعد على احتواء أزمة ارتفاع الأسعار ولا رأيكم إيه؟ عندنا أبانوب بيقول يعني هو قلقان من فكرة أن التجار ممكن يتلاعبوا مرة تاني بالأسعار وأن الحكومة لا تستطيع أن تواجه تلاعب وجشع التجار. رونا بتقول صدقيني الخوف أن يتحط أسعار عالية لأن حتى في بعض المنافذ أسعارها بقت مرتفعة، فهي خايفة من أن حتى التسعيرة اللي هتكون موضوعة هي تكون كمان مرتفعة. أعتقد أن الموضوع هيكون يعني محكوم بشكل أكبر وأن
يعني على الأقل هيكون مفيش مساحة للتلاعب، أنت خلاص عندك سعر رسمي أنت مجبر تبيع بيه، ولو خالفت هذا الموضوع أنت ستحاسب وهيكون بتتوقع عليك عقوبة. فإذا مش هيكون في مساحة للتلاعب، وكمان هيكون تقييم السلع وفقا للإنتاج، لأن احنا برضو خلينا نكون منصفين أن في عمليات إنتاج ارتفعت تكلفتها بشكل كبير، وده الحقيقة لعدة عوامل، ولأن كمان احنا مرتبطين بسوق عالمي ومرتبطين بسعر العملة، فكل هذه العوامل أكيد بتأثر في سعر برضو عملية الإنتاج. فوارد أن بعض السلع ممكن نلاقيها مرتفعة بعض الشيء، ولكن مش هتبقى داخل في دوامة أن أنت كل ساعة وكل يوم بتدور على السعر، مش هتبقى داخل في الدوامة دي بشكل بقى مستمر ومش عارف تحسب ميزانية بيتك عاملة ازاي. لا، انت عندك سعر ثابت على اساسه وخلاص بتشتري، يعني على اساسه حطيت ميزانية البيت، مش هتدخل زي ما قلنا الدوامة الصعبة دي. برضو مستنيين رأيكم وتعليقاتكم على صورة البرنامج. نروح لقطاع الطب البيطري وقصة اللقاحات والأمصال، هل عندنا نقص في الأمصال ونقص في اللقاحات اللي بتقي الماشية من أي أمراض أو أي أوبئة ممكن تحصل تؤدي إلى فقد كبير في الماشية أو حتى في يعني المنتجات بكل تأكيد اللي بنحصل عليها. الحكومة النهاردة بتنفي بشكل رسمي وجود أي عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية. المركز الإعلامي المجلس الوزراء زي ما احنا شايفين نشر هذا البيان وأكد ان احنا ما عندناش اي مشكلة ولا اي عجز في وجود الأمصال، وتواصل مع وزارة الزراعة وسأل هل في اي مشاكل، اي معوقات، اي حاجة ما بتوصلش، اي عدم وفرة في هذه اللقاحات. أكدوا ان لا صحة لهذا الكلام، وشددت وزارة الزراعة على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع، سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابعة للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري. كل هذه الأنواع متوفرة بشكل طبيعي، وبالتالي عندنا الحقيقة أمصال كمان بجودة عالية، أكدت على ده الوزارة، وفعاليتها كبيرة وبأسعار كمان مناسبة. فإذن عندنا وفرة وفي رقابة وفي متابعة لرصد أي نقص أو أي مشكلة ليها علاقة بهذا الموضوع، لأن احنا بنتكلم الحقيقة في شيء مهم وقطاع حيوي جدا. فكرة أن أنت تكون بتعرض هذه الصناعة أو هذا الإنتاج للخطر، فدي قصة يعني كبيرة وتبعياتها أكيد هيبقى فيها مشاكل عديدة. فإذن الحكومة بتنفي وجود أي عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية. ملف آخر وليه علاقة بالجمارك، والحكومة بتقر تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع. بعض التعديلات واللي دايما بتسير فيها الحكومة واللي ليها علاقة زي ما شفنا قصة النافذة الواحدة علشان ما يبقاش المستورد بيدخل في عدة اتجاهات وبتواجهه تحديات عديدة، لا بدأنا نشوف كمان ان في تسهيلات اكتر على خلفية او على خطى نافذة. القرار الوزاري بيسمح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة. في بعض الحالات ان انت لو يعني بتستورد شيء او هو بيدخل الجمارك ممكن بعد كده يغير مساره، بدل ما يكون هيروح للبقعة او النقطة الفلانية يكون هيتجه لمكان اخر، فده كان بيعمل شيء من التعقيدات. فهنا الجديد وزارة المالية بتقول ان القرار الوزاري اللي تم اصداره النهاردة بيسمح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة. طبعا لازم بتقدم بعض الاوراق المعينه تقول ان الوجهه دي هي عارفه ان هي رايحه لها هذه السلعه او هذه الشحنه، فبالتالي بتاكد على الجمارك ان انت خلاص يعني الشيء ده هو متجه في اتجاهه الصحيح والمكان الاخر مستعد لاستقباله. في هذه الحاله طبعا بيتم الموافقه على تغيير المسار او تغيير يعني الوجهه المحدده. فاحنا شايفين يعني بعض الأمور اللي بتسهل أكتر من عملية النقل والشحن، واحنا بنتكلم أيضا في فترة ليها علاقة بتحديات عديدة زي مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، فبقدر الإمكان بنحاول ان احنا نسهل الأمور. وخلينا نقول ان الكلام ده بيحصل في المناطق الحرة، بيحصل في المناطق الاقتصادية، المناطق اللوجستية، فاحنا ماشيين في اتجاه هو يعني
أساسي في الأماكن الحيوية، لما نتكلم على منطقة اقتصادية ولا منطقة حرة ولا منطقة لوجستية، فهي بتكون الحقيقة يعني مركز للنقل والشحن وكل هذه الأمور. فبدل ما تبقى الجمارك بتتكدس فيها الشحن أو الشحنات، وبدل ما بتبقى بتتحول لمخازن، لا هي بتبقى نقطة يعني للانتقال. فده يعني الحقيقة الرؤية اللي ماشي عليها الدولة المصرية أو كمان وزارة المالية وفقا للتسهيلات اللي أعلنت عنها النهاردة بشكل رسمي. احنا كده نكون وصلنا معاكم لختام فقرة الأخبار. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل هنفتح ملف المسنين أو كبار السن ونتكلم عن القانون الجديد. وخلينا نأكد ان احنا هنستقبل كمان اتصالاتكم ورأيكم في وضع الكبار السن في مصر، وهل من وجهة نظركم عندكم مزيد من المطالبات بناء طبعا على الواقع اللي احنا عايشينه. يعني هنفتح الحقيقة فقرة حوارية كبيرة بعد الفاصل، استنونا.